دعنا نذهب إلى بورت السودان مع مفدنا جابر منصور. جابر، تستمر عمليات الإجلاء، بورت السودان أحد الموانئ الرئيسية في هذه العملية، كيف تبدو لك؟ ماجد، حتى هذه اللحظة ما تزال هذه القطعة البحرية التي تتبع للقوات الفرنسية والبحرية الفرنسية رابضة في ميناء بورت السودان وفي الميناء الأخضر، وهي تنتظر قدوم أعداد كبيرة من العاملين في منظمات الأمم المتحدة على وجه التحديد برنامج الغذاء العالمي وكذلك اليونيسيف. هذه الباخرة ستتحرك ربما صوب وجهتها في 8:00 بتوقيت أبوظبي مساء لهذا اليوم. الاستعدادات جارية، والسلطات التي كانت قد وصلت أو اللجان التي تعمل في هذا المجال للإجلاء الذين قدموا من فرنسا يعملون بجهد، لديهم خيام منصوبة في مدخل هذه البوابة. عقب انتهاء الإجراءات من الجانب السوداني سيتم إيصال هؤلاء الموظفين العاملين في مجالات الأمم المتحدة لمغادرة البلاد. حتى هذه اللحظة المعلومات المتوفرة، العدد يتراوح ما بين 520 إلى 600 شخص، هذه هي ربما الأعداد. قبيل قليل أيضا كانت قد وصلت إلى ميناء بورت السودان من الناحية الجنوبية، وفي المدخل الرئيسي قطعة بحرية قادمة من دولة الهند خاصة، وأن دولة الهند كانت قد أطلقت ربما هذا اليوم قطعة بحرية أخرى حملت على متنها أكثر من 300 أو 292 شخص إلى 300 شخص كانت قد تحركت، وهي الآن في عباب البحر الأحمر. تأتي هذه ضمن عمليات الإجلاء التي تشهدها مدينة بورت السودان في موانئها المختلفة. إذا ما تمكننا أيضا من رؤية باخرة ليست جديدة، كانت قد جاءت قبل يومين هنا وهي رابضة في ميناء بورت السودان وعلى الميناء الأخضر هنا. هي يعني باخرة تتبع لدولة الصين، هي بطبيعة الحال تحمل كانت وقودا، لكن السلطات ربما في الصين أرادت أن تنقل رعاياها عبر هذه الباخرة الذين يصل عددهم إلى 62، يعني يحملون جنسيات صينية يعملون في مجالات مختلفة في السودان. بعد قليل سيصلون إلى هذه الباخرة ويتم كذلك نقلهم إلى حيث وجهتهم. ما تزال السلطات تعمل بجد كامل، وعمليات الملاحة البحرية على وجه التحديد طوال الـ 24 ساعة يتم استقبال يعني مجموعات كبيرة جدا إذا كان ذلك من البواخر أو القطع البحرية لإجراء الرعاية الأجانب الذين وصلوا إلى مدينة بورت السودان يعني هروبا من الحرب في الخرطوم أو في مناطق مختلفة بغية الوصول إلى دولهم. أيضا هناك سيكون نقل آخر لطائرتين مساء هذا اليوم بـ8:00 بتوقيت أبوظبي من مطار بورت السودان الدولي لنقل رعاية آخرين. مجمل الحديث أن ما تم نقلهم حتى هذه اللحظة قد يتجاوز 1500 منذ أن بدأت عمليات الإجلاء في 21 من هذا الشهر في ميناء بورت السودان وكذلك مطار بورت السودان الدولي. والسلطات هنا تسهل كافة الإجراءات خاصة المتعلقة بهيئة الموانئ البحرية والجوازات وقوات الجيش السوداني التي تقول أنها تسهل كافة الإجراءات للراغبين في العودة إلى بلادهم ريثما يستقر الوضع وتعود الحياة إلى طبيعتها. لكن بطبيعة الحال ولايات شرق السودان كسلا والقضارف ما تزال حتى هذه اللحظة العمليات المدنية فيها مستمرة، العمل يسير بشكل جيد، الأسواق أيضا تعمل بشكل جيد. هناك في ولاية القضارف معبر القلابات أيضا هو الآخر تم من خلاله نقل أعداد كبيرة من الرعايا من دولة الصومال وجيبوتي، ولذلك فإن الأمور تسير بشكل ربما منسق حسب ما تقول السلطات هنا في ولاية البحر الأحمر وبشكل عام في ولايات شرق السودان. ماجد، من بورت السودان مفدنا جابر منصور.